السلام عليكم. اليوم رانا في حي الأعمال بباب الزوار، وراح نشوف أين وصلت الأشغال بالتهيئة نتاع الشارع الرئيسي اللي إذن الحي هذا. نشوف هل من جديد نضرب دورة نمشي بالسيارة ونزيد نمشي أبي، ونحاول نترصد أي جديد في الأشغال نتاع التهيئة نتاع الحي بصفة عامة. ونبدأ الآن الجولة في المشارع الرئيسي. الشمس راهي مقابلتني، الصور ماهيش تبان مليح. نحاول دوك نعاود نرجع في الجهة المقابلة. ندعو لكل المسلمين في العالم وخاصة المسلمين إخواننا في الجزائر وفلسطين، أن إن شاء الله هذا الشهر هذا ينعاد علينا بالخير والبركات، وإن شاء الله الكف عن الأيادي الآثمة على الشعب الفلسطيني. إن شاء الله. إذن الآن رانا في الشارع الرئيسي تاع باب الزوار، دوك ندور في الرون بوان ونعاود ناخذ صور من الجهة المقابلة باه نتفادى الأشعة تاع الشمس، والعلم انه هذاك المجسم اللي وضعوه هذه مدة شهر عاودوا نحاول المجسم هذاك. هنا في الرمبوة هذه هنايا كان فيه مجسم، عاودوا نحاول. انا ما كانش عاجبني على كل حال، إذن هنا نزيد نضرب دورة منا، عندنا بزاف ما جيناش من هنايا. نروحو من الجهة هذه، نشوفو هذه الجهة. هنا كاين لنا مقر تاع الشرطة، وهنا هذه الجهة الخلفية نتاع فندق ماريوت. ونشوف انه طريق مغلوق الطريق. ممكن نحاول ندخل منه، نعاود نخرج من هيه، نعاود ندورو. اذا فندق ماريوت ما زال أشغال، بعض الأشغال هنا من الجهة الخلفية لم تكتمل. إذا نروح نشوف الشارع الرئيسي نتاع إذن باب الزوار، ونشوف هل من جديد وش كاين وش ما كاش. وهنا نلاحظ ان الصور تحسنت، الصورة افضل بكثير من البداية.
تشوف الأشغال انتهت، انت على التهيئة انت على الشارع هذا، طريق ضيق للأسف الشديد، طريق ضيق. هذا الحل ديالو الطريق هذا لازم يديروه باتجاه واحد، هذا لازم يديروه باتجاه واحد. إذن هنا الأشغال ما زال متوقفة، فهنا مازال هنا حبسة هنا. نشوف انه هنا مازال لم تنتهي. وانا لاحظ الاشغال تاع المنفذ، الاشغال تاع المنفذ الجديد تاع الحي الاعمال باتجاه طريق السيار تاع الدار البيضاء على اليسار. انا ما فهمتش علاه داروا طريق ضيق والرصيف داروا عريض بزاف، يا اما هذه مشكله تخطيط. والله طريق ضيق والرصيف قريب قد الطريق، هاي اروح انت وفهم، انت وفهم هذا التفكير هذا. انا لاحظ مقر تاع سوسيتي جينيرال، عملية تاع وضع الغلاف الخارجي ما زالها متواصلة وشغل قريب تخلص.
المهم على كل حال في قضية هذه التهيئة الخارجية ننتظر الانتهاء نتاع الورشات باش تتوسع الارصفات وتتوسع الطرقات، انه فيه بزاف في قضية قضية الورشات هذه تحكم الطريق شوية. ننتظر النهاية تاع الأشغال ونشوف يعني لا فلويديتي السيولة والسهولة تاع السيارات تاع العملية تاع هنا. نزيد نشوف المخرج نتاع اذا باتجاه طريق السيار، هنا نلاحظ المخرج نتاع حي الاعمال الجديد، هذا هو اللي راه قيد الاشغال. نشوف على اليسار المخرج هذا باتجاه طريق السيار تاع الدار البيضاء، هنا على اليسار نلاحظ انه فيه جسر يمد باتجاه طريق السيار، وهنا سوف نمر تحت الجسر. هذا هو نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.